Each year, approximately 500 to 700 Palestinian children, some as young as 12 years old, are detained and imprisoned in the Israeli military detention system. Children go through harsh experiences during arrest, transfer, interrogation, hearings, life in prison, and even after they are released. In this film, we will hear the stories of three ex-detainee children, Islam, Qusai, and Osama. اسمي أسامة دويكات عمري 16 سجنوني إسرائيليين 7 أيام اسمي إسلام كامل عمري 17 سنة اعتقلت مدة شهرين في السجون الإسرائيلية أنا اسمي قصي خليفة من مخيم جنين اعتقلوني 29/1/2019 بكيت جاي أنا وأصحابي رايحين على بيت فوريك من نقلط على الحاجز العسكري وفجأة طلعونا ثلاث جنود علينا وقالوا لنا وقف وقف رفعوا علينا السلاح وإحنا وقفنا وحطوا ركبهم علينا وبعدها قعدونا شوي وعصبونا وكلبشونا في ايدينا وبعديها أخذونا تحت البرج العسكري وقعدونا تحت المطر من الساعة 2 الظهر للساعة 3 الصبح وإحنا تحت المطر أجانا ضابط أخذنا كل واحد واحد لحالنا وصار يحقق معنا وصار يهدد فينا صار يقولنا يعني بتروحوش وبهسة بدي أضربكم وفجأة يعني حسينا في مية وطلعنا يعني من تحت العصبة وشفنا الجندي برش علينا مي وهي الدنيا مطر وطلعنا على الجندي الثاني وبكى يصور فينا فيديو أنا بعيش بهذا المخيم اسمه مخيم جنين وأنا بعتقله وبقتله وبضرب غاز على الناس والناس بتعرفش تنام بالليل من الصوت والطخ من لما يصير بينهم بين الشباب مواجهات وزي ما اعتقلوني اعتقلوا غيري من نص المخيم هون اعتقلوا اغلب شباب المخيم وانا من ضمنهم وهاي في فيديو بثبت يوم ما فاتوا اعتقلوني هم الجيش صوروه على الساعة 3 الفجر فاتوا الجيش اجوا فاتوا وصاروا طبشوا وضربوا اخوي على اكبر واحد ضربوه وحبسوا أمي لحالها حبسوها بغرفة وحبسوا أخوي بغرفة وطلعوني من الظهر ظليتني ماشي بالسكعة بكت الدنيا مطر أيامها ظليتني ماشي بالمطر لمدة ثلث ساعة والدنيا بكت مطر طلعوني حط لتن وصلنا على باب الجبات اجوا غاد غمضوا عيناي وظلهم مطلعيني على الجبات بكينا نتمشى انا واصحابي بالبلده مرق فجاه جب جيش صار يطخ النار علينا فدشوا علينا مره واحده مسكونا ربط يشدوا الكلفشات يغمغم عشان ما نشوفش وين بدنا نروح ونزلونا عن جبات رشاد كان الجبات بعيد شوي نزلونا علينا رشاد بدفاش ويزحزحوا فينا وهيك توصلنا الجب فتح الباب مسكوني أزل واحد رفعوني حرموني رامي جوا الدورية حتى ما عرفت شوين أنا وين جيت قاعد فرشيت ضارب عرفش حتى وين رشيته فلو ما شفت له فاتح الباب فيي لو طلعت رجع على الباب كم رحت معك فلكاني
بعد 12 ساعة وأنا تحت المطر وتحت البرد وأنا تحت البرج أجا جب أخذني وأنا بكيت مكلبش مغمغم أخذوني على مقر الشرطة الإسرائيلية أخذوني بالدورية قعدت على الأرضية الدورية حتى بكيتش عارف وين أنا رايح ما وإحنا حتى بالدورية كانوا يتخوثوا علينا ويتساكعوا هذا ويضربوا فينا بديهم وها توصلنا المستوطنة رمونا على الأرض وكانوا محاوطين ويتخوثوا ويصيحوا وحاطين أغاني ويرقصوا نزلوني من الجب مع مستوطن الدوتان قعدت 3 ساعة بالشتاء بعد بشوي فوتوني على غرفة بكيت مكلفش ومغمغمات عيني خلونا برا بالساحة من 6 المغرب للسبعة الصبح واحنا مرميين وحتى بالليل لا بنعرف ننام ولا بنستكع من كل شوي الجنون دي يجوا يضربوا فينا كوم وتناموش وها طلبنا حرام على واحنا نايمين ما كبلوش يجيبه بعد ما خلصنا من أرائيل جابونا على سجن حوار الهيو وبكن إيدي مربطات وعصبة على وجهي دخلوني أنا على غرفة 11 وبكن يعني أواعي مبلولات من المطر وبكت الدنيا علي برد ونمت يعني في أواعي وبكيت بردان يعني وحسيت الصبح بكيت إن مريض ومرح ومرشح لكن الغاد اللي بعس كلام مش مليح أول 3 أيام ما أكلتش الغاد بعدين الواحد بجوع بعرف شو بده يعمل صرت عادة أدبر حالي فتنا على غرفة بكاش ساكنها حدا كان الوسخ على الأرض الأكل الأسر اللي كبل على الأرض مش مشطوفة ولا إشي نطلب إننا نشطوفها إشي ما يقبلوش حتى الفرشات فيها الفرشات هالكركاك كثير عشان ما نعرفش ننام شباك مفتوح عشان السكع عشان أي إشي يفوت هز بكون ننام بالليل ما نعرفش وين تا الوقت فيش ضي جوا الغرفة بعد المغرب يعني تطفي العتمة بكناش نعرف وين تدو يؤذن الساعة بكناش نعرفها في 7 أيام هدول فيش يعني إلا مرة بعد ما فوتوا الكبار طلعونا 10 دقايق فورا وبعدين صايحوا علينا وفوتونا قعدنا 11 يوم بعذاب عذاب حمام ما تحممناش إلا مرة بالموت أخرى بعد ما قعدنا أزل مرة ننادي عليهم ها كان صياح علينا يعني كان عذاب عذاب Israelis and Palestinians are subject to two different legal systems. Civilian law for Israelis versus military law for Palestinians. For Israeli children, the minimum age for a custodial sentence is 14. For Palestinian children, it's 12. While parents of an Israeli child can attend interrogation, Palestinian parents cannot. For Israeli children, the maximum period of detention before being brought in front of a judge is 12 to 24 hours. For Palestinian children, it's 24 to 72 hours. The maximum period of detention without access to a lawyer for Israeli children is 24 hours. For Palestinian children, it's 90 days. For Israeli children, the maximum period of time between charge and conclusion of legal proceedings is 6 months. For Palestinian children, it's 1 year. In general, military courts should only be used to try members of the armed forces, because in general, the standards of due process and fair trial are much lower in military than in civilian courts. But children in particular need to have special child justice systems, and they never exist in military courts. So that's why children should never be tried before military courts. The Israeli military detention system, the Israeli military court system, it is not a justice system. This is a system that denies children access to lawyers, physically ill-treats 3 out of 4 of them, denies them basic due process rights, and then holds them in pre-trial custodial detention awaiting court hearings. Children are rarely released on bail, and this is a process of controlling the Palestinian population.
فوتونا عزاز اليوم فرضية. طبعا بغرفة صغيرة هي، يعني الواحد بعرفش يتحرك بيها، بس محطوط بيها بكلبها فرشة ومغسلة وحمام. الضوء بك بوجه الواحد، يعني بعرفش ينام من الضوء. بكينا نحاول نشلح أواعي الشباص ونحطن على وجهنا عشان نعرف ننام. بالزنزانة لما الواحد بك يقعد ما بكاش يعرف يقعد مليح، ديرك ظهره على الحيط في زي القصارة الخشني، الواحد بعرفش يحط ولا ظهره ولا راسه عليها. عرفش الجو الزنزانة محبط، اللون الزنزانة محبط. بكذا ظني كاية بس أفكر وقت أطلع من الزلزال. العزل مخيف للأطفال، بيوجه انتباهاتهم نحو الذات، فممكن أنه يبدو بيشعروا بآلام جسدية، بيشعروا بتعب، بيصير عندهم تفكير بشكل مكثف جداً، ممكن أن ينتهي بهم الأمر إلى تطوير هلوسات وضلالات اللي هي معتقدات خاطئة، بينفصلوا عن الواقع، بيخافوا إنه ما حدا رح يعرف إيش عم بيصير معاهم. وطبعاً هذه يعني هي تجربة خبرة مرعبة بشكل كبير، وإحنا بنشوف كتير من الناس اللي حتى لما يطلعوا من الأسر ومن العزل الانفرادي ويصيروا فيما بعد سويين من ناحية نفسية، بيوصفوا تجارب في العزل تكاد تكون تجارب مرضية، تجارب زي النوبة الذهانية الحادة اللي يصابوا فيها بفترة العزل بسبب تطوير هذه الهلوسات والضلالات. Between January 2016 and December 2020, Defense for Children International Palestine documented the ill treatment and torture cases of 610 Palestinian children. These children experienced hand and leg ties, blindfolding, physical violence, strip searches, verbal abuse, and other forms of ill treatment. It is a general rule of international law that torture is absolutely prohibited. Secondly, every single act of torture needs to be investigated by independent state authorities with the aim of bringing the perpetrators to justice. خضعت تحقيق لمدة ساعة مع جنديين، واحد بكي لابس مدني حقق بالعبرة، واحد بك يترجم لي كأدب حدي بالعربي. أول إشي بك يجي محققين عليه، بك يجي ثلاث محققين يتناوبوا عليه. أول إشي بك يجي باليوم أقعد ثلاث ساعات، ثلاث أربع ساعات بالتحقيق. بعد ما خلص تحقيق أنطاني إفادة بالعبرة عشان أوقع عليها، ما قبلش أوقع عشانها بالعبرة، فأجو أكل لي طب توقعش عليها بتطلعش من عنا من عطسيون، أجبروني حتى وقعت عليها. صار شو اسمه المحقق صار يجي يرجع يحكي لي الكي لي ده بتعترف شاس نرجع ضرب منطبشها وظلوا يهدد. من Israeli security and military forces are applying, and that is well documented by international monitoring bodies, all kind of psychological pressure that can be considered as psychological torture, similar to what the United States have been practiced in the so-called war on terror. The whole idea is to put so much pressure on those children that they finally confess to the crimes that they are suspected of having committed. Israeli military law provides no right to legal counsel during interrogations, so Palestinian children are essentially alone in an interrogation room with a highly trained, highly skilled adult Israeli interrogator. Sometimes there's a phone consultation with a lawyer prior to interrogation, but what we found is that these consultations are not meaningful, often very short, and also do not create a third-party presence in that interrogation room. بعد ما نادى اسمانه هات اجى تفتيش كامل الجسم، فتشوا هات، ربطنا بايدينا وبجرينا بحديد وفوتنا على البوسطه بغرفه سوداء يعني عتمه صغيره حديد،
ما كناش يعني نشوفش الهواء الا بمزقان بكى شغال 24 ساعة، يعني اذا طفى الفار ما نقدرش نتنفس. قعدنا بالبوسطة بيجي 4 ساعات واحنا بالبوسطة ما كناش نعرف حتى وين احنا رايحين، ما عرفناش الا لما وصلنا من جدة. كل الجسم صار وجعني حديد، كان انا حديد خلال 4 ساعات، انا كان حديد المند اجري بغضرش، تعبت كثير بالبوسطة، راس صار يوجع. انا كل المحامي انك انت اليوم مروح، وانا يعني فرحت، وبعدين طلعوني واجي صاحب اخوي اخذنا من حوار حاجز حوارة، واجت اختي واخوي اخذوني، وانا يعني فرحت وعبطوني وصرت عيت. وبعديها روحت على الدار عبطت امي وعم خالتي وعمتي، كيف جوا وكيف برا يعني العيشة. سجن يعني ذل خراب ان شاء الله. شو جيت روحت لبست وتحممت حلكت، لو بعد بشوي عزت علي في بكيت ناس تاركوا وراي ملاع يعني اصحابي. قعدت تقريبا 2 سنين وانا وياهم نفس الغرفة عايشين، طولنا مع بعض يعني بكينا زي الاخوان وزيادة. بس طلعت هون تعلمت انه زي فت على حياة تانية. حاليا ناس برجع، رجعت على الشغل بشتغل وبصرف على الدار، ورجعت لحياة طبيعية زي ما بكيت قبل، والحمد لله تيسرت الأمور. كنت أفكر إني برجع للتوجيه، هم التوجيه إنه هاي فرحة العمر. بعد ما روحت كملت، بس كانوا زملائي بالمدارس قاطعين شوط كبير. في إلي 3 أخوة جربوا الاعتقال، كنت أنا الرابع فيهم، بس الحمد لله كانت فترة أقل. السجن بشكل عام هي تجربة قاسية جداً على الأطفال، وتسيء لنموهم الطبيعي وتسيء لنشأتهم كرجال ونساء في المستقبل، وبالذات إذا كان هذا السجن هو سجن سياسي مش سجن بسبب سوء تصرف أو تصحيح للسلوكيات تبع الأطفال. أنا بعتقد أنه هم بدهم الكثير، طيف واسع من الخدمات، من خدمات الدعم النفسي اللي مش بالضرورة طبية. بعض منهم اللي بيعانوا من أعراض حادة مثل الاكتئاب، القلق، أعراض ما بعد الصدمة، الأعراض الذهانية اللي قد تنشأ في العزل الانفرادي أو في غير العزل الانفرادي، أو التمني الموت والأفكار الانتحارية. هدول بدون شك يجب أن يوجهوا إلى خدمات أكثر تخصصاً. In the case of children deprived of liberty in Israel, we are usually talking about young children between the age of 12 and 17, usually boys, throwing stones at tanks of Israel. This is not a very serious crime. So for these kind of offenses, even if they are violating the military code of Israel, still the principle of measure of last resort applies. They should not be put in police custody. They should not be put in pretrial detention. And in principle, they should also not be convicted of such minor crimes that have to do with the general situation in the occupied Palestinian territories.